أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء إلى هذه الفقرة الأخيرة من هذه التغطية المتواصلة والمباشرة من قناة المغاربية. 30 سنة من أحداث أكتوبر من تلك الانتفاضة الشعبية التي شكلت منعرج مهم جدا وحلقة فارقة في تاريخ الجزائر منذ الاستقلال. 30 سنة بعد أكتوبر نحكي القصة كما كانت ونحكي ما الذي حدث بعد أكتوبر، ذلك الانفتاح السياسي، تلك الحرية التي تمتع بها الجزائريون، الانعتاق من فكرة الحزب الواحد والقائد الأوحد وأيضا رئيس الحكومة الملهم، إلى الحوارات السياسية الجدية، إلى الحوارات الاقتصادية الجدية التي شهدتها بلاطوات التلفزيون الرسمي الذي كان جهاز البروباغندا قبل أكتوبر. ثم بعد ذلك يتساءل اليوم كل المحللين الذين قرأنا لهم خلال اليومين الماضيين وأيضا كل النقاشات اللي شهدتها المغاربية، بحث عن المقاربة، وكأننا نعيش نفس الأجواء، وهناك تخوف من أن تضيع الفرصة على الجزائريين مرة أخرى، ونحن أمام أيضا حدث مهم وفارق وهو انتخابات رئاسية غير عادية ستحدث في الجزائر خلال العام المقبل. ما هي خارطة الطريق وكيف لا نقع في نفس الأخطاء ونمضي إلى بر الأمان الذي عنوانه والذي يعرفه الجميع، تلك الدولة الديمقراطية الشعبية التي قال بها بيان أول نوفمبر. نتابع هذا التقرير ونواصل النقاش. يكرر الملاحظون عبارة ما أشبه اليوم بالبارحة بصورة دورية للتعبير عن الوضع الجزائري الحالي، كلما عاد الحديث لاستنطاق أحداث 5 أكتوبر سنة 88. وفي كل عام تنطبق المتغيرات على تلك التي شهدتها الجزائر في أواخر الثمانينيات، ولا يمكن استقراء أحداث اليوم في أهم تفاصيلها دون العودة لذات الأسباب والدوافع التي كشفت عن تدفق الشباب إلى الشوارع للمطالبة بالتغيير. فالمتابعون يعودون بالأحداث إلى سنة 86 وتداعيات الأزمة الاقتصادية وانهيار المداخل والغلاء الفاحش والندرة في المواد الغذائية، وهي ذات المكونات المطروحة للطبخة الوطنية حاليا. ولكن الكلمة المفصلية التي يتوقف عندها المحللون والمتابعون هي كلمة الفساد. فأحداث أكتوبر 88 انطلقت فعليا في 25 سبتمبر من ذات العام، أين بدأت ملامح ثورة شعبية وعمالية تلوح في الأفق، بعد أن عقدت نقابة مؤسسة صناعة السيارات سوناكوم لقاء بالمركب، حيث ندد العمال لأول مرة بالفساد وببعض رموز الدولة مرددين شعارات مناهضة لهم. وساهم في تأجيج غضب الشارع ما كان من فوارق اجتماعية خلقها تدني القدرة الشرائية للجزائر. أحداث أكتوبر 88 كانت بداية لتغييرات جذرية مست النظام في عمقه وجعلت نواته تنفجر وتضحي بأهم الشخصيات المدنية والعسكرية لتلك الفترة فيما بعد، ونتج ما اصطلح عليه لاحقا بالتعددية السياسية. واليوم يقف الجزائريون في مفترق الطرق على مسافة ليست بعيدة من تلك الظروف التي أحاطت بالخامس من أكتوبر 88. 30 سنة بعد تلك الأحداث يعيد التاريخ الجزائري صياغة نفسه بذات الأحداث تقريبا، والكلمة المفتاحية للأحداث التي هي الفساد تستمر وتتجدد. الفساد الذي أنتج الفوارق بالأمس القريب يتغول اليوم ويتمدد ليكون سبب وجود الدولة والسبب الوحيد في الحصول على المناصب والامتيازات. لقد كانت البحبوحة المالية الناجمة عن ارتفاع أسعار البترول لمدة عشرية كاملة كافية لاقتناء كل شيء قابل للشراء، بما في ذلك المتزلفين والمتقربين، وتم صياغة نظام على أسس الولاء والمنطقة والعشيرة. إذ يعترف الرئيس بوتفليقة في أحد خطاباته وهو في قمة تحمسه بأنه مارس الجهوية. وفي غمرة الوفرة المالية فقد النظام بوصلة قيادة البلد اقتصاديا لخلق الثروة وسياسيا لبناء بدائل ثقافية وديمقراطية صلبة، وها هو التصحر القائم يعيد إلى الأذهان أجواء 5 أكتوبر قبل 30 سنة. الفساد الذي كان المحرك المركزي لتلك الأحداث يصنع حاليا يوميات الجزائريين، وتتضخم مقاديره وانعكاساته ويتسبب في هشاشة البنى الاجتماعية والسياسية للدولة.
فقد مس المؤسسات التشريعية في مفاصلها، وأصبحت الانتخابات محطة مركزية للتباهي بالأموال غير المشروعة وتبييضها وشراء المقاعد والقوائم ولجان المساندة. واستفاق الجزائريون على فضاء حمالية لفساد تزايد بصورة طردية مع المداخيل، وعرف الجزائريون تسميات الوزراء باقترانهم بملفات الفساد، فهذا ملف طريق السيار، وذلك ملف سوناطراك، وتلك متورطة في ملف بي ار سي والبنك الصناعي التجاري، وقضايا لا تنتهي. وفجأة ودون سابق إنذار تنهار أسعار البترول، وتنهار معها مملكة الخيال التي تم بناؤها على توزيع الريع واقتسام المكاسب، ودون اعتبار لأوقات صعبة قادمة، فقد كان المسؤولون في سكرة البترول يعمهون. الفساد الذي شكل حصان طروادة في كل محاولات النظام للبقاء والتجدد يصنع اليوم مبررات التخلص من الأوزان الزائدة التي تعيق التمظهر بصورة التطهير والتنظيف، وانطلقت عملية تغيير الجلد بإقصاء شخصيات كانت إلى غاية وقت قريب تمثل عناصر من النواة الصلبة. وبالموازاة مع عملية التجدد تشهد الجزائر وفي ظروف مطابقة لفترة نهاية الثمانينيات انتشارا يوميا لفضائح حمالية وإدارية وسياسية متتالية، وكانت شحنة الكوكايين المحجوزة الأكبر في تاريخ تهريب المخدرات في الجزائر قد شكلت مفترق الطرق بالنسبة للمنظومة، وتم بناء على ضخامتها إعادة توزيع الأدوار في حركة استباقية، وبدأت عملية إنزال الأوزان غير المرغوب فيها، وأسفرت عن التخلي تماما كما حدث في أكتوبر 88 على شخصيات مركزية بدأت بالمدير العام للأمن الوطني، وجرفت في طريقها قيادات مدنية وعسكرية وما تزال مستمرة. إن القراءة المتأنية لأحداث أكتوبر تستدعي الاعتراف بأنها كانت نتيجة منتظرة لمخاض سنتين من قبلها، وأنها أدت إلى ما عرف بالتغييرات الحاصلة سنتين من بعدها. واليوم تستوجب النزاهة الثقافية أن تدرج معطيات أكتوبر 2018 لسنوات ثلاث قبلها في عهدة تميزت بالغياب الكلي للرئاسة ولكل المؤسسات، وما ستسفر عنه خلال السنوات القادمة مع الأخذ بعين التمحيص والتحليل الموعد الانتخابي القادم. والظاهر أن النظام الذي تخلى في أكتوبر 88 على واجهته واستبدل رجال الظل يحاول اليوم وكعادته في مواجهة أزماته الدورية أن يتخلى عن واجهته ويستبدل رجال الظل للبقاء. ولكن الزمن اختلف، وما كان متاحا في ثمانينيات القرن الماضي لا يتماشى مع تطورات اليوم، فهل حقا ما أشبه اليوم بالبارحة؟ إذن ينضم إلي في هذا النقاش لهذه الفقرة من التغطية السيد كريم طابو، منسق الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي، وأيضا الأستاذ مصطفى بوشاشي الحقوقي والأكاديمي والمحامي أيضا، كما ينضم إلي الأستاذ عبد الله أنس الكاتب والمحلل السياسي، وعبر الهاتف من الجزائر الكاتب والصحفي الأستاذ سعد بوعقبة. أرحب بكم ضيوفي الأعزاء جميعا. ده معك كريم طابو. بعد أكتوبر وقع هناك الانفتاح السياسي وأيضا الانفتاح الاقتصادي مع دستور 1989، وعاشت الجزائر فترة ربما الشباب اليوم ما يعرفوهاش، يعني ما يعرفوش أنه كان هناك الحوارات مثل الرهف المغاربية كانت موجودة في التلفزيون الجزائري، وكان أيت أحمد، عباسي مدني، مهري، بوكروع، سعيد سعدي، هذا كل كانوا يتناقشوا في بلاطو واحد يعني. والحرية كان هناك تفكير أيضا أن بعض الاقتصاديين وبدأوا يفكروا لأنه في انفتاح اقتصادي كيف يدخلوا لهذه الفترة الجديدة. كيف عشتها أنت هذه الفترة؟ أنا شخصيا في هذا التاريخ كنت شاب، كنت في الثانوية، ولكن أحداث لها صدى على الشباب وعلى كل الجزائريين. أكيد أنه الانفتاح الذي حدث بعد أحداث 5 أكتوبر سمح للمثقف أن يبدع، للسياسي أن يعمل، وللجميع يعني، لأن الحقل الديمقراطي هو جمع لكل الحقول، الحقل العلمي، الحقل الثقافي، النقابي، السياسي. إذن هذاك التفتح أعطى لأول مرة للجزائريين الصورة الحقيقية
الكفاءات الموجودة التي كانت يعني مخبية من داخل المجتمع، ممنوعة من طرف النظام السياسي، من نظام المبني على حزب الواحد، وكانت نضالات قبل 88، ولكن كل النضالات لم يراها أغلبية الشعب الجزائري، لأن النظام كان في معظم الأحيان يستعمل بعض الأساليب، منها التخويف، الترهيب، كل الأساليب مستعملة، حتى ومن بين المحطات الرئيسية كانت الربيع الأمازيغي في 1980، حيث خرج الناس ولأول مرة في الشارع صرحوا يعني بمطالب ديمقراطية، بمطالب ثقافية، بمطالب سياسية، بالحريات. عندما أصبح الفعل السياسي، الفعل الجماهير، هو يعني شأن العام، ويخرج إلى الشارع ويخرج من الدوائر الضيقة، سواء كانت جامعة أو حزب ينشط في السرية، أصبح فعل مجتمع. هذا يعني أعطى صدى وفتح يعني أبواب للعمل السياسي والنضال السياسي. ما حدث في 88، لو حاولنا يعني تقديم لكونتابيليتي يعني تاع الأحداث من الإيجابيات، أذكر إيجابيتين يعني رئيسيتين. الإيجابية الأولى هو أن الشباب 85 خرج للشارع، ما عادش يخاف، ما عادش النظام يتسطر على مشاكل وعلى هموم الجزائريين. لأول مرة أصبح النقاش نقاش شارع. ثم هذا الشباب ربما كانت بصفة غير مباشرة، كاين نخب سياسية، كانت أحزاب تنشط في السرية، كانت يعني كانوا جامعيين ينشطون في الـ في الـ في الـ في, الـ في الجامعات أو خارج الجامعات، ولكن من المستحيل أنك تراها وأنك تسمعها وأنك جميل. يعني تقرأ ما كانت يعني تقوم بها. لأول مرة هذا الشباب يعني افتح الأبواب لكل هذه النخبة التي كانت يعني ممنوعة من الوجود، ممنوعة، لا ترى يعني صورهم ولا يسمع صوتهم ولا. إذن بعد 88 أكيد أن هناك يعني تراكم، هناك تجارب، هناك يعني رصيد سياسي قوي منذ 62 يعني، ويعني النضالات كانت مستمرة وظهر بشكل جدي في عبر الصحف والمقالات. ولكن بعد أحداث 88 يعني خرج للحقل العام، لاسفير بوبليك، سادير أصبح النظام يقام في منصات وفي الشارع. إذن هذا أدى إلى كل هذا الإبداع، سواء في الصحف أو في الأحزاب السياسية. بالفعل يعني أنا راح نختفر الكلمة، لأنه فعلا كان هناك إبداع في الأداء، يعني حتى في الصحفيين هذوك اللي كانوا في مثلا تحكم مرتبين او غير مرتبين، يعني هو كان في النظام في تلفزيون الحزب الواحد، ما كانش يظهر ليه الابداع يعني. لكن لما كانت الحريه كان مبدع، وكان الضيوف مبدعون ايضا في الطرح، والنضال النقابي ايضا ذكرني به، وبدات الطروحات. انا اعلم انه كثير من الشباب، وانا نبحث في تحضير هذه الحلقه، لما يشوفوا هذوك الفيديوهات تاع برنامج لقاء الصحافة لا يصدقون، وهناك من تساءل متى كان ذلك، يعني متى كان ذلك، كيف هذا السيد وهذا السيد كانوا في ديبا في التلفزيون، يعني كيف عشت هذيك الفترة؟ هذه فترة يعني مميزة بامتياز في تاريخ الجزائر. أولا في تلك الفترة لما كنت نسافر خارج الوطن، كانوا الإخوة من منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط يقولون لي بأن الديمقراطية في الجزائر وأحداث أكتوبر أصبحت بالنسبة إلينا هي قضية مركزية بالنسبة لكل منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. إذن الناس لازم بفخر كبير نتحدث عن ذلك الربيع الحقيقي. طبعا ما ندخلش في تفاصيل تاع 5 أكتوبر اللي هو نزاع بين عصب النظام، ولكن نقول بأن يجب أن نثمن 5 أكتوبر، لأن بغض النظر عن الخلفية،
الجزائريات والجزائريين من الشباب هم اللي دفعوا أرواحهم لتلك الانفتاح، لذلك الانفتاح من أجل الديمقراطية والتعددية. الانفتاح هذا خلق نقاش مجتمعي. أنا نتذكر بأنني فت مع مراد شبين ربي يذكره بالخير وقيل مرتين، ومع كثير من الصحفيين كانت هناك نقاشات تدل على أن هناك مسار ديمقراطي حقيقي، ولكن ليس فقط النقاشات التي توقع في أجهزة الإعلام المختلفة، كذلك الشباب الصحفيين اللي كانوا يكتبوا في تلك الفترة، يعني كانوا يقوموا بتحليلات، كانوا نوع من مشعل لبقية وسائل الإعلام. أكثر من ذلك يجب أن نذكر بأن الانفتاح تاع 5 أكتوبر أدى إلى أن مجموعة كبيرة من السياسيين والمناضلين، مناضلين مجاهدين في الثورة ومناضلين من أجل الحرية والديمقراطية اللي دخلوا للجزائر، أيت أحمد ربي يرحمه، بشير بو معزة ربي يرحمه، بن بلة كذلك. إذن الانفتاح والاعتقاد تاع الإخوة بأننا ذاهبين إلى ديمقراطية حقيقية، إلى نقاش مجتمعي، وأن النظام لماذا؟ لأن السماح بتلك الحرية والسماح لشخصيات من الوزن الثقيل بالمشاركة في النقاشات التي تمت في تلك الفترة يؤدي بنا إلى القول بأن كانت هناك نية صادقة للنظام في الذهاب إلى ديمقراطية حقيقية، وكل طبقة سياسية كل واحد في مجاله في منطقته قام بعمل ليس فقط من أجل الأحزاب تاعهم وإنما من أجل تكريس الديمقراطية. صحيح، وهذا شفناه تكريس الديمقراطية، لأن المرحوم أيت أحمد لما دخل ونشط وبعد ذلك ترشح للانتخابات، ليس الانتخابات في حد ذاتها هدف، وإنما لكي يمارس، لكي يساعد في تكريس الديمقراطية في الجزائر على هذه تلك الفترة اللي قصيرة مع الأسف الشديد، ولكنها هي التاريخ النير للنضال الديمقراطي ولبداية بناء ديمقراطية في الجزائر. مع الأسف الشديد أننا يعني ضاعت الفرصة ضيعوا الفرصة. هناك مقطع يعني دقيق مشاهدينا الأعزاء، حطوكم في الأجواء قبل ما أذهب إلى الأستاذ عبد الله أنس والأستاذ سعد بعقبة، أجواء هذه النقاشات اللي كانت في تلك الفترة. سيد مهري، هي من عمل المخابرات، فكيف تفسرون أن هذه الأحداث تتوقف وتهدأ بمجرد مجيئكم أو مجيء السيد علي برحاج إلى مكان هذه الأحداث؟ هناك سؤال آخر من مولود سبتي من العناصر يقول: الانتخابات البلدية الماضية أظهرت أن تمثيلكم ضعيف في منطقة القبائل، هل قمتم بعمل في اتجاه كسب الأوراق في هذه المنطقة خلال الانتخابات القادمة؟ السؤال الثالث من صابرنا من ولاية سطيف تقول: هناك حديث في كل الصحف عن صراع داخل الجبهة الإسلامية للإنقاذ من نتائجه حسب نفس الصحف البيان الذي نشر مؤخرا لمجلس الشورى، هل تعتبرون أن الأوراق المهمة قد انتزعت منكم داخل الفيس؟ شكرا. السؤال الأول، أحداث العنف عندما تحدث يلجأ إلينا لكي نوقفها، لأن الشعب الجزائري يدعونا فنأتي فيطيعنا، فنحن عندما نطفئ النار إذا كنا نحن الذين نطفئ النار مسؤولين على إشعالها، إذن كل أصحاب المطافئ يجب أن يدخلوا إلى السجن، إن كل من يطفئ النار هو الذي أشعلها، هذا غير منطقي، إنما تلك دليل على مصداقية الجبهة
عندما تحضر تحل المشكلة. حتى عندما يكون عنف الدولة كالذي حدث في الطارف كادت أرواح تسقط، عندما وصلنا انتهى الأمر. مقطع، وهناك مقطع آخر مع مهري الله يرحمه، ومقاطع أخرى لخليدة مسعودي، مقطع لسعيد سعدي أيضا، راهم يدوروا في قناة المغاربية، وكلنا حطيناهم من أمس لحد اليوم وما زالوا، أكيد راكم تابعتوهم. أيضا مقطع مهم جدا من حوار مع أيت أحمد الله يرحمه أيضا، رانا شفناه اليوم في قناة المغاربية، وما زال راح نزيدوا نشوفوه. هذه عينة من هذه الأجواء، يعني وصل حتى الانفتاح أنه مواطن يسأل مهري مباشرة ومهري يجاوبه مباشرة. يعني نشوفوا هذا المقطع الآخر أيضا. لحد الآن في قوائم الأفلان. سؤال آخر من عبد القادر بوهلة من الشلف يقول: أعلنتم البارحة في جريدة المجاهد اليومي أنكم لن تترشحوا للانتخابات، وأنه يجب ترك المجال للشباب في الانتخابات القادمة، فهل تعتبرون أن السيد بومعزة أو عبد السلام بن عيد أعضاء الحكومة مثلا من شباب الأفلان، لأنهم جميعا قدموا ترشيحاتهم؟ السؤال الثالث يقول أحد المواطنين من العاصمة: هل ستعقد الأفلان مؤتمر لحزبها قبل الانتخابات؟ هذه بالنسبة للأسئلة الموجهة للسيد عبد الحميد مهري. شكرا. إذا أمكن هذا ما كاين إبراهيم. نعم هناك أسئلة أخرى ولكن شكرا، إذا كان هناك وقت ممكن تطرحها. كل ما تكون الإجابة مختصرة تكون الأسئلة كثيرة. أما بالنسبة للسؤال الأول، لماذا لا ترشح المرأة؟ ترشيحات الجبال حد الآن ما زلت ما بتش فيها، وأنا شخصيا لا أعرف كل مقترحات الترشيحات اللي ورد من الولايات. بخصوص التصريح اللي أديت به البارح، أنا ما خصصت الشباب أو الكهول. أستاذ عبد الله أنس، يعني تابعت هذه النقاشات، يعني أي تعليق ممكن؟ يعني والله التعليق اللي يجيك يعني بادئ لبدء في البداية، يعني إحنا الآن بعض الأوقات الآن وأنا نعيش في أوروبا في هذه الأيام ظروف القاهرة، يعني نغير لما تشوف دولة كما بريطانيا ولا فرنسا ما عندهاش معارضة في الخارج، ما عندهاش جماعة تحت الأرض، ما عندهاش جماعات مسلحة. فلما نتذكر نشوف هذه الصورة ونعود نتذكر إحنا وصلنا لهذا الحالة، كانت عندنا في الجزائر هذه يعني في 88 أكتوبر أدت إلى هذه النتيجة، يعني بعجالة لو نظرت إلى لو رصدت الإرهاصات التي كانت تتشكل هنا وهناك قبيل أكتوبر 5 أكتوبر، كانت حالات الرفض كانت تأخذ أشكالا يعني مختلفة عبر ربوع الوطن، يعني ما كانتش موحدة، يعني الربيع الأمازيغي كانت وثبة ولكنها محصورة، واستطاع النظام أن يعطي لها صبغة معينة وتيكي معين يحطها في زاوية. كان فيه أيضا إرهاصات أخرى، حالات أخرى تمثلت في حمل السلاح نتاع الحركة الإسلامية المسلحة الجزائرية نتاع مصطفى بويعلي. وبعدين عاود جات قضية أنا كنت معاصرها، قضية لافاك سنترال و14 نقطة واللي على أساسها بعدين تمت الاعتقالات وكذا. فإذا المجتمع لم يكن مستسلم للحزب الواحد، كان فيه مقاومة، لكن المقاومة هذه كانت تأخذ أشكال مختلفة، والنظام كان لافاك سنترال دار لها تيكي تاع إسلاميست ونتاع الجامنس عارف إسلاميين، نتاع بويعلي قال يعني هذو إرهابيين ومانيش عارف وكذا وقضوا عليه في 86، نتاع البربر قال لك عاودي هذه منطقة محدودة. جاء 5 أكتوبر وأسقط في يد النظام، هذه ما عندك ما تسميها درك انتفاضة شعبية لمطالب اجتماعية، قم بحرك لازم تحل مشكلتك، ما تقدرش. وهنا طبعا يعني هذه سرعان ما انتقلت إلى حالة سياسية
ما كانش يتصورها حتى واحد. على كل حال أنا على مستوي الشخصي أترحم على شاذلي بن جديد الله يرحمه، يعني ما يقول الناس في هاتك تلك الحقبة، هل كانت تصفية حسابات في داخل النظام وكذا، المهم كان فيه رئيس فتح الباب وكانت عنده شجاعة وراح بعيد يعني. فهذه أدت إلى لم يعد هناك معارضة للجزائر في الخارج. أنا كنت في زيارة في أول مرة نصدم، لأنه إحنا من الجيل تاع يعني الاستقلال نشوف. أنا كنت في إسبانيا أذكر يومتها 87 أو كذا، شوف بوستر كبير وحركة الحركة من أجل الديمقراطية في الجزائر ومكتوبة هكذا قدام المترو في التران وكذا، هاو جزائريين وبرا وكذا، كانت الحركة كانت علمدية تاع بنبلة. وهاو تسمع ثاني كاين هذا مباشرة تنرجعوا للجزائر، خلاص الأفكار اللي كانت عندك وكنت تحاول تقولها في لندن ولا تقولها في باريس ولا تقولها في مدريد، الآن الدستور 89 يعطيك الصلاحية الكاملة أن تقولها في بلادك. على مستوى أيضا العمل السري اللي كان فرض على الإسلاميين، ومش على الإسلاميين حتى على بعض الإيديولوجيات الأخرى يعني طبعاً. الشيوعيين وكذا اضطرهم قمع الحزب الواحد وتسيير الدولة من خلال مجلس الثوري تاع بومدين الله يرحمه أن تدخل تحت يعني أندر سيرفيس تحت الأرض يعني العمل السري. هؤلاء سواء الإسلام خرجوا، صار العمل يعني خذا وتشكل، ظهرت الجبهة بالرغم من أن الجبهة كانت سباقة يعني الشيخ عباسي دكتور عباسي ربي يحفظه مقارنة بالإسلاميين الآخرين، الإسلاميين الآخرين ترددوا. وأنا أذكر يعني مثلا حركة الإخوان في الشكل الرسمي يعني بلا ما تدخل في التفصيلات أيه. فقط لكن نقطة مهمة أيه. أنت ذكرتها أنه الكل يعني لقى المساحة أيه. والقى الفضاء يعني للتعبير من نعم. هذه العناصر الثلاث، المعارضة لم تعقد معارضة في الخارج، دخل أي تحمد، دخل بنبلة، دخلت جميل. كل الجهات، الحركات اللي كانت تحت الأرض تنشط في السرية خرجت للعلن نعم. سواء إسلاميين أو شيوعيين. الثالثة والأكبر أنه هذا الحراك السياسي قضى على اللجوء إلى العمل المسلح من أجل تحقيق المطالب، وكلنا نذكر أنه جماعة بويعلي ما تبقى منها أقنعتهم الجبهة الإسلامية للإنقاذ وخرجوا في عفو وانضموا في انخرطوا في العمل السياسي، وكان على رأسهم إذا تذكر يعني شبوطي وملياني ومجموعة صحيح. من القيادات اللي كانت مع أبو يعني. وأول مرة تشوف أن الجزائر أصبحت كما فرنسا كما بريطانيا، عندك كلمة روح قولها باغي تقول هذه. أنا لا يعني أنا ربما يعني لست مقتنع ولا أقتنع بأن هذه التجربة، هذه الحقبة، المحطة التاريخية الشيقة لا أصنفها في خانة الإجهاض، لم تجهض وإنما أجلت. أشارك جميل لأنه رايحين يعني في نهاية الحلقة نتحدث المحور الأخير حول الاستفادة من التجربة وكيف نعيدها. يضم إلينا الأستاذ يوسف خبابة البرلماني عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، ورحب بك أستاذ يوسف. سأطرح عليك سؤال لكن سعد بعقبة في الانتظار، وأريد أن أطرح عليه نفس السؤال. يعني أنت عشت فترة جريدة الشعب وجريدة المجاهد وتلفزيون بروباغندا النظام، وأيضا عايشت تلك الفترة وما يسمى يعني الربيع الحقيقي. أي شهادة ممكن تفيد بها هذا الجيل اللي ربما ما هوش مصدق أنه فعلا كان ذلك الانفتاح النقابي والانفتاح السياسي وأيضا الانفتاح الاقتصادي؟ السؤال موجه ليا؟ نعم أستاذ سعد. تحياتي للإخوان الموجودين في الاستوديو ولكل المشاهدين. أنا أزعم أنني كنت في عين الإعصار كما يقولوا، وللتذكير برك حتى أول حصة اللي دارها مراد شبين والمشهورة، أول حصة شاركت فيها أنا مع رئيس الحكومة مولود حمروش، يعني هذه موجودة. الحقيقة أن الجانب الإيجابي اللي خلاه الإعلام بعد أحداث أكتوبر كان عنده إرهاصاته ما قبل أكتوبر. كل الناس تتذكر باللي الجانجية أو الحركة الصحفيين ولدت قبل أكتوبر، ولدت في 76-77 من معاناة مجموعة من الصحفيين اللي تعلموا المظالم، وتشكلت الحركة على الصحفيين
سريا قبل احداث اكتوبر. وزميل عابد شارب اللي راكم مذاكرينه في 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 الشريط تاعكم في احدى الشهادات تاعو كان احد الشهود على ميلاد حركه الصحفيين قبل احداث اكتوبر. هو لعب دور اساسي فيها لانه كان في ذلك الوقت مراسل صحيفه مراسل وكاله الانباء الفرنسيه في الجزائر، مساعد مراسل وكاله الانباء الجزائر الفرنسيه، وكنا نتعاون معاه احنا مجموعه من الصحفيين اللي تمردنا على 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 النظام الحزب الاعلام في اتحاد الصحفيين اللي حاكموا نظام الحزب الواحد، وكنا نتعاملوا معاه ونعطيوا له الاخبار، نجتمعوا في المقاهي ونعطيوا له الاخبار. عابد شارف يشهد على هذه الحكايه هذه. وبالفعل الفتره تاع قبل اكتوبر شاهدت حتى نقاشات حاده داخل الجهاز تاع الفلان نفسه، فنتذكروا صحيفه الجزائر الثالثين اللي كان يراسها المرحوم كمال بالقاسم كانت تنشر مقالات تنتقد القياده تاع الفلان في العمق. حقيقه كان يكتب بحاره في سلسله مقالات، كان يكتب ايضا بوكروح سلسله مقالات، يعني فعلا كان 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 حراك قبل 5 اكتوبر. ولهذا لما وقعت احداث 5 اكتوبر النخبه تاع الصحافه هي اللي كانت لوكوموتيف اللي قادت عمليات الاصلاح، وايضا كان نقاش يجري في اجهزه الدوله حول هل الاصلاحات اللي يقترح فيها النظام الشامي على في اطار الميثاق والدستور واصلاح الاقتصادي والانفتاح، هل هي اصلاحات اقتصاديه كما يدعو لها الحزب الحاكم المتحجر، ولا لا بد لها من اصلاحات سياسيه؟ احنا كصحفيين وكنا ندعو الى ان تكون اصلاحات سياسيه، لان الاصلاحات الاقتصاديه لا معنى لها، ولكن كانوا مجموعه من الناس اذا كانت تتذكروا كانوا يضربوا الناسب بالصيف، يقول لك الصيف نظام بحزب صحيح. لكن نعم المهم استاذ سعد في النقطه هذه انه ظهر الابداع يعني من طرف السياسيين من طرف الحركات النقابيه، النقاشات في الجامعه، يعني بدا انه هذا المجتمع مجتمع حي في النهايه يعني، وليس مجتمع ميت. هذا هو يعني الرساله، لانه بعض الجزائريين ربما لا يصدقون انه كانت هذه النقاشات موجوده وكانت هذه الحركيه موجوده بين خاصه بين 89 و 92. كانت موجوده بقوه، واحداث اكتوبر اعطتها دفعه جديده. وهنا يبين لك على احداث اكتوبر، احداث اكتوبر كانت نصره للتيار الاصلاحي داعك للنظام، ولازم نديروا شهاده حقيقيه للشادي بن جديد والمجموعه اللي جات معاه، وخاصه مجموعه الاصلاحيين تاع مولود حمروش، انهم هما اللي كانوا لوكوموتيف اللي صلحت اعطت البعد الاعلامي القوي للحركه الصحفيين، وايضا للاصلاح الاعلامي، والاصلاح الاعلامي هو اللي ادى الى الضغط بالاعلام لتحقيق الاصلاح السياسي اللي ضموا الدستور 89. ولازم نعترف باللي الامر كان مرتبطا باراده سياسيه للمرحوم الشاذلي ومجموعته، لو لم يكن تكون هناك اراده سياسيه لما تمت عمليه الانفتاح، سواء على مستوى الدستور او على مستوى الاعلام او على مستوى السياسي. نعم جميل، هذه نقطه هذه نقطه مهمه جدا، سنعود للنقاش فيها استاذ سعد، ارجو ان تبقى معي استاذ يوسف خبابه. الحريه تعطيك الابداع يعني، وهذا بان بعد 89 90 91 وين ظهروا ناس نوابغ يعني، سواء في الاقتصاد طروحات اقتصاديه ما كناش نسمعوا بها وما كناش نعرفوا بها، ايضا كتاب صحفيين السياسيين جابوا مشاريع لبناء الدوله. اهميه وجود الحريه من خلال الاطلال على هذه السنوات هذه. صحيح فعلا نحن عشنا هذه المرحلة تاع الانفتاح بعدما عشنا قبلها
مرحلة الغلق و يعني الأحادية. ففعلا يعني الفترة خاصة من 89 من اعتماد الدستور 89 إلى غاية 92 كانت فترة ثرية جدا، وفسح المجال للنخب الثقافية والإعلامية والسياسية بأن تتحرك في الميدان، وكان هناك تفاعل مجتمعي كبير. أنا عايشت هذه المرحلة خاصة من خلال الجامعة، فكان يعني كانت الجامعة يعني عبارة عن نادي للنقاش، نادي للنقاش الفكري والسياسي، انخرط فيه الطلبة الجامعيون والأساتذة الجامعيون، وكذلك كان يسمح لنا بجلب أساتذة وسياسيين إلى داخل الجامعة للنقاش السياسي، وكان هناك الحوار يعني والنقاش المختلف، لأنه كانت هناك قوى سياسية وتوجهات سياسية مختلفة، يعني كان هناك الإسلاميون والليبراليون واليساريون، وكان يعني نقاش قوي جدا وثري، واستطاع أن يشكل ذلك النقاش عدد كبير من النخب ومن الإطارات الحزبية التي أطرت الحياة السياسية من خلال تلك الفترة. للأسف أن هذه الفترة كانت ضيقة جدا، وأنه تم الانقلاب على هذا المسار الديمقراطي. تعرف سيدي يوسف، وغلق يعني المجال اللي أدهشني يعني حتى تكمل الفكرة، أنه هناك بعض الشباب يعني يقول لك شباب يعني اللي والدين 99 98 يعني في عمر 20 سنة الآن، صحيح. 21 سنة يتساءلون، بدينا نحطوا في الفيديوهات نشطوا يعني في الفيديوهات نتاع سعيد سعدي في الديبا، وتاع أيت حمد في الديبا، وأي ومهري وعباسي مدني، يسألوا وقتها كانت هذه، صحيح فعلا. هو فعلا الذين لم يعيشوا تلك المرحلة لما تحدثهم عن ذلك الواقع يعني وتلك الفترة بثرائها الفكري والسياسي، يعني تشعر وكأنك تتكلم بمبالغة، أو هو يشعر وكأنه نعم. وكأنك تبالغ في هذا الموضوع، صحيح. وأنه ليس حقيقة، من كوكب آخر يعني، وكأنه هذا الأمر غير وارد، خاصة أنه وقع تراجع على دستور 89، ومشينا في فترة فعلا صعبة جدا على البلد، ووقع تراجع سياسي رهيب، وما زلنا إلى حد الآن نعاني من غلق سياسي الآن وإعلامي. فبالتالي الجيل الذي لم يحضر هذه الفترة ما راحش يفهم فترة يعني تاع الانفتاح السياسي، لكن الخير اللي كان كما عايشناها نحن. نعم. وللأسف ضيعت الجزائر على نفسها فرصة كبيرة من عملية تاع انبعاث جديدة، وكان بالإمكان أن ربيع الجزائر كان مفروض الآن رانا نجني في ثماره، وأنه وصلنا إلى محطات أفضل بكثير مما نحن فيه الآن. جميل. قضية أنه ضاعت الجزائر، يعني تم تصحيح المصطلح من طرف الأستاذ مصطفى، أنه كاين اللي ضيع الفرصة ولم تضع هكذا. طبعا فيه مسؤوليات. نعم. وأيضا أستدعي جملة قالها الأستاذ سعد، أنه كانت هناك إرادة سياسية عند متخذ القرار في النهاية في 89 لهذا الانفتاح، ولولو تلك الإرادة السياسية لما وقع هذا الربيع اللي عشناه. ثم كانت هناك إرادة سياسية أخرى من طرف متخذ قرار آخر للانقلاب وإدخال الجزائر في حرب أهلية، حتى نوضح المصطلحات، كان انقلاب وكانت حرب أهلية حقيقية في بدايتها، ثم تم يعني تغليفها بمصطلحات مكافحة الإرهاب زورا وبهتانا، هكذا يجمع كثير المراقبين الجديين. لمن السكريم، لمن نعمل الآن المقاربة، رانا في 30 سنة والكل عارف وش عشنا في هذيك المحنة، يعني محنة كبيرة، والمقارنات على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والأمني أيضا، يعني هل من يقول أنه رانا في نفس الحالة هي مبالغة أم هو توصيف حقيقي؟ يعني أكيد نحن في نفس الظروف وفي نفس طبيعة النظام. هناك إرادة سياسية بين قوسين نسبية، حتى في دستور 89 لم يصرح على حرية إنشاء أحزاب سياسية مثلا، اخترنا عبارة أخرى وهي لف والدوران حول الحرية السياسية، سمح بإنشاء جمعيات ذات الطابع السياسي، جملة في اللغة العربية مركبة تركيب معقد، حتى ولو كان من المفروض أنه مادة صريحة تسمح بإنشاء حزب سياسي وفقط. ولكن لو سألنا التاريخ
لو سألنا طبيعة النظام، لو سألنا هيكلة النظام، أحاول وهذه هي المواصفات الموجودة حاليا لنفس النظام الذي يريد أن يجعل بالاستمرارية، بمصطلح الاستمرارية، الرفض للديمقراطية، الرفض للتغيير والبقاء إلى الأبد. مواصفات النظام السياسي في الجزائر، لأن المحطات، أول محطة اغتصبت فيها الجزائر هي 62. أول يعني شيء تم ضد إرادة الشعب، ضد حتى روح الاستقلال، كان من المفروض 62 الشعب الجزائري يسترجع حق ممارسة السياسة، حق، لأن كوننا جبهة بين قوسين على أساس أن كنا على يقين وعلى دراية بأننا نختلف في بعض الأمور. كوننا جبهة من أجل الاستقلال، وكان من المفروض بعد الاستقلال تعاد الحرية للناس، كل واحد يفكر. وأوليو يعني نروح نبنيه دولة لتكرس هذا الاختلاف في يعني في إطار بناء دولة ديمقراطية اجتماعية تسمح للجميع بأن يعني يكون له فضاء ويكون له حرية التعبير. أن النظام العنف أدى بمجموعة إلى فرض نظام سياسي مرتكز على 5 ركائز أساسية. الركيزة الأولى هي في تفكيرهم، في تصورهم للدولة، بنوا نظام يعني سياسي هو قوة المؤسسة الأمنية والعامل من أجل إضعاف المجتمع، مؤسسات المجتمع المدني، جامعة، نخب، أحزاب سياسية كانت ممنوعة. الركيزة الثانية هو عدم القبول باستبدال أو برفض يعني توظيف الشرعية الثورية، أن كانت الشرعية الثورية هي الشرعية الوحيدة التي يعني يستعملها النظام، وكان من المفروض أنه في مسار بناء الدولة تستبدل الشرعية الثورية بشرعية الشعب، شرعية ديمقراطية، لا تكون شرعية أخرى غير شرعية ديمقراطية، يعني هي 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 شرعية الشعب. ثم الركيزة الثالثة هي العنف. من بين الأساليب المختارة من طرف النظام هو الاستعمال العنف كوسيلة تسيير الشأن العام وأمور المواطن. الركيزة الرابعة هي الفساد. الفساد هو أصبح إسمنت النظام. الفساد، ممارسة الفساد وسلوك الفساد موجودة داخل النظام، حتى يعني اليوم أصبح الفساد أخذ يعني سرعة وفوليوم يعني يهدد حتى أمن. الركيزة الرابعة هي الجهوية. الجهوية كمبدأ، كأسلوب، يعني كأسلوب، أسلوب تسيير. إذا لو حاولنا يوم يعني فحص، يعني راح نقول لك وكأنك تحكي لي الآن، يعني ما تعاني منه الجزائر اليوم هو مشكل ضعف المؤسسات المدنية ويعني إخلاء المجتمع من كل الطاقات، شباب ومثقفين وجامعيين. العدد الذي غادر الجزائر في السنوات الأخيرة قد يكون يعني عدد لم تعرفه الجزائر من قبل، حتى في وقت الإرهاب، حتى في وقت العنف، حتى في وقت يعني كل المآسات التي عاشها الجزائر. هناك إحصائيات مهمة ودقيقة أن العدد بالأضعاف الذين هاجروا في وقت المنظومة هذه عنه في وقت يعني وقت الحرب يعني. والبارونتيز اللي كانت عاشتها الجزائر بعودة أي تحمد بنقاش يعني لشخصيات وطنية، أحمد طالب الإبراهيمي، عبد الحميد ماري، عباسي مدني، حسيني، تحمد سعيد سعدي، يعني هذاك الوقت كانت النقاش وكانت الأمال وكانت يعني أفاق سياسية كانت مطروحة، وكانت الناس تعمل من أجل البحث عن الإبداع، عن الأحسن، عن الأجود، وعن يعني المنافسة السياسية كانت لها روح، وهي روح المنافسة في إطار قواعد اللعبة الديمقراطية بالاحترام لكل الأفكار ولكل التيارات السياسية. يعني أستاذ مصطفى، يعني وكأنه قاعد يوصف لنا في الحالة الآن، يعني هو يتحدث عن حالة ما قبل أكتوبر. يعني أسمع منك هذه المقاربة، هل هي ما ذكره وما يذكره المراقبون حقيقة فعليا؟ هل نحن نعيش في مرحلة فيها كل هذه الأسباب التي ذكرها كريم طابو؟ لكن بعد فاصل مشاهدي الأعزاء نأخذ فاصل قصير ونواصل النقاش.